مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم مجددا وحلقة جديدة من برنامج على المحور. وزي ما عودناكم كل أسبوع بناخدكم معانا في عالم الأحلام، أحلام الشباب الموهوبين اللي بيشتغلوا على موهبتهم، سواء بالدراسة الأكاديمية أو الاستعانة بإحدى مراكز المتخصصة لتنمية هذه المواهب، ليتحولوا من شباب موهوبين إلى نجوم على الطريق. وضيفنا النهارده هو نجم من النجوم المنتظره على الطريق. ضيفنا هو شاب ذو احساس، صوته رائع، عنده معتقدات داخليه وعنده قناعه داخليه ان الفن مهم جدا في تفعيل الادوار الانسانيه المختلفه. عنده طموحه بيسعى الى تقديم فن جيد، فن على اعلى مستوى. ضيفنا النهارده هو المطرب والملحن والشاعر الغنائي احيانا، الفنان محمد حسني. اهلا استاذ محمد، شرفتني نورتني النهارده. بوجودك. ايهما اقرب اليك، المطرب ولا الملحن ولا الشاعر الغنائي؟ لا، هو ممكن الشاعر اكتر. الشاعر اكتر من لأن المطرب؟ الملحن لازم بيبقى ليه موهبه اكبر من الطرب نفسه. الشاعر اقوى من المطرب؟ لا، المطرب أيوة. الشعر يعني الشعر جنبي حاجه كده، هوايه بالنسبه لي انا، بنمي نفسي فيها يعني. حاجات لما بحب اكتبها بتبقى انا حاسسها، مش عارف الاقيها مع حد فبكتبها انا مثلا يعني. ايوه. مين محمد حسني؟ محمد حسني عادي خالص، شاب بسيط جدا من اسره بسيطه، كافح وتعب واشتغل حاجات كتير، وحابب ان هو لازم يبقى يوصل لحاجه معينه يعني. اي حاجه انا بالنسبه لي لازم اسعى في كل شيء، اذا كان في مجال عملي او في مجال الفن او في مجال الغناء او في مجال الكتابه، بحاول اوصل لاي حاجه انا شايف نفسي ان انا ممكن اعمل منها حاجه كويسه، او ان انا شايف انها مش موجوده مع حد، ناقصه شويه في المجتمع بتاعنا، بحاول ان انا اعملها بشكل احسن شويه يعني. لما انا بالنسبه لي الغنى، انا شايف ان الموضوع اختلف شويه، وانا كان بقالي كتير يعني ساكت مش عايز اعمل حاجه، وانا كنت في المعهد كنت بدرس، ودخلت في فرقه، اشتغلت في فرقه اغاني تراث زمان، وبعدين قلت لا، انا لازم اقدم حاجه كويسه، لازم اواجه السوق واواجه المجتمع بتاعي وافرض نفسي، اكيد فيه هيحبني وفي مش هيحبني، وهي في الاخر التوفيق بتاع ربنا يعني. امتى بدات تكتب؟ يعني هي الكتابة بالنسبة لي كل حالة بتحصل لي يعني، لما بيبقى في حالة معينة عندي كده بقعد أكتبها، أو أشوف ممكن أتفرج على حاجة فأخد منها حالة معينة أكتب عنها. كتبت إيه بقى؟ يعني في حاجة أنا كاتبها اسمها مفيش نصيب، وبالمناسبة أنا لحنتها يعني، أنا لو أكتبها لحنتها لأن أنا حبيبها يعني، وإن شاء الله تبقى توزيع حد صديقي أو بإذن الله يعني. إن شاء الله نسمعها؟ مفيش مشكلة. اتفضل. انا بس انا مش هقولها كلها يعني، جزء منها طبعا، بس ده يبقى حصري في البرنامج عندنا. بيقول ملناش نصيب مع بعضنا نكمل، ويفضل انه يغيب في البعد نتحمل. بيقول ملناش نصيب مع بعضنا نكمل، ويفضل انه يغيب في البعد نتحمل. صعب غيرك بعد منك انه يملى في يوم مكانك، واللي اصعب بعد منك ان اعيش من غير هواك. بعدك خلاص ما بقتش الاقي حد ممكن يبقى غيرك. الله، دي حاجه كده منها يعني. غنيت لحد تاني الشعر التاني؟ انا عامل اغنيه اسمها ده كلامي. دي كلمات الشاعر احمد عبنبي، حد جميل جدا وانا بحبه قوي، والحان وتوزيع بقى اخويا وصاحبي يعني حاجات كتير كده، مودي منير، وطبعا مودي منير يعني ما مش محتاجه اتكلم عنه. اكيد اكيد اكيد، موزع موسيقى معروف طبعا. دي اغنيه ده كلامي، وكانت تسجيل ميكس وماستر المهندس اسلام غلاب برضو يعني. طب احنا بقى هنسمعها، ايه رايك؟ ما فيش مشكله، احنا النهارده هنتعبك معانا وهتغني. ما فيش مشكله، تحت امرك تحت امرك.
سوء تقدير خلاني شفتك في عيني يوم زي الملاك، وانا لو بايدي ارجع بعمر عشان مبقاش معاك. سوء تقدير خلاني شفتك في عيني يوم زي الملاك، وانا لو بايدي ارجع بعمر عشان مبقاش معاك. حبي ليك غلطة حياتي، نقطة سودة في ذكرياتي ميت بيجيش عليها، ده اللي طول عمره أناني مش غريبة يباني تاني، وهي دي الحقيقة وخلاص ما انتش نصيبي، واللي دو بتقول حبيبي احكي كفاية، لو مفيش في الدنيا غيرك هموت مش هشتكي لك معملها شلال. ما تعودتش اكدب عشان اوصل لحاجة، ما تعودتش اندم كمان على اي حاجة، ما تعودتش اكدب عشان اوصل لحاجة، ما تعودتش اندم كمان على اي حاجة. حبي ليك غلطة حياتي، نقطة سودة في ذكرياتي ميت بيجيش عليها، مش نصيبي واللي دو بتقول حبيبي كفايك روح كفاية، لو مفيش في الدنيا غيرك لو هموت مش هشتكي لك معملها شلال. سوء تقدير خلاني شفتك في عيني يوم زي الملاك، وانا لو بايدي ارجع بعمر عشان مبقاش معاك. ورجعنا لكم تاني لحلقه نجوم على الطريق. المفروض طبعا كانت الاغنيه اللي هيغنيها كانت ده كلامي، لكن يعني هم سبقوا الكنترول سبق بسوء تقدير، فطبعا احنا برضو هنغني ده كلامي. بس عايزاك الاول تحكي لي اغنيه سوء تقدير دي للفنان محمد فؤاد. تمام. ايه بقى هي الاغنيه دي؟ نزلت سنجل لي، وانا كنت رافض جدا ان انا اغني لفؤاد، يعني عشان ما حدش يقول ان انا بقلد او كده. بس انا الاغنيه عجباني جدا، كلامها والحاله بتاعتها. في اغاني كده لما بتنزل ما بتنزلش تاني، يعني ما فيش حاجه تنزل زيها. ايوه. فهي نزلت لي سنجل وانا قلت انا لازم اعملها، بس انا هعملها يعني هغنيها على بيانو، والدكتور ماركو موحيد مشكورا ان هو ميوزيك ويف هو اللي عملها لي. بيانو تسجيل، فكان لازم ان انا اعملها يعني. وهي اتصورت ان شاء الله وهتنزل برضو يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نرجع بقى لده كلامي. ماشي نسمعها. ماشي يلا نسمع ده كلامي.
روحي ما تحبش بعدين. ده كلامي مهما قلت ما هوش بيكفي، حبي ليك ما وقفش بصفي. يبقى ايه يفضل بعدين قدامي وانت غايب عنا؟ لا شايفك بسمعك يا حبيبي. سيبني مرة أشوفك وأمشي وأحكي ليك إزاي منفعش إني يوم أقدر أنساك. وخليني أوحشك لو كنت نسيني، وأعرف إنه كان على عيني. نفترق وأنا روحي معاك. دي كلماتك؟ لا لا، دي كلمات الشاعر احمد عبد النبي. الشاعر احمد عبد النبي والحان وتوزيع مودي منير. هندسه صوتيه مهندس اسلام غلاب. كانت حاله كده يعني. لا جميله. تفتكر ايه الشروط اللي تكون موجوده ضروريه علشان المطرب يبقى ناجح؟ وايه معيار الاغنيه الناجحه؟ معيار الاغنيه الناجحه؟ لا خلينا الاول المطرب. المطرب مش هنقول 100% صوت او 100% قبول، ممكن يبقى 50% او 60% صوت و 40% قبول. لازم يبقى معاه الحاجتين. 60% صوت؟ ممكن. ممكن يبقى 60% صوت وممكن يبقى 70%، ممكن يبقى 50% صوت و 50% قبول. هل المطرب لازم يدرس آلة؟ لازم يدرس آلة؟ يعني هذا هل المطرب لازم يعزف آلة؟ هو طبعا لو درس آلة هتفيده كتير جدا معاه في الموضوع، عشان المقامات وعشان نقلات في الأغاني، في الأغنية نفسها وهو بيغنيها. النقلة من مكان لمكان بتفرق معاه كتير. وإيه معيار الأغنية الناجحة؟ الأغنية الناجحة هي بتمتاز بكلامها، بتكون حالة مثلا مش شبه حاجة، اللحن بتاعها، الموزع لما بيحط لها فكرة حلوة. اكيد لما هتعجب اللي هيغنيها، هتعجب اللي هيلحنها، هتعجب اللي هيوزعها، هيبقوا حابينها. اكيد طالما انا حبيتها او اللي شغال في الحاجه حبها وعجبته، هتعجب الغير. الحاجه لو ما عجبتش الحاجه اللي شغال فيها مش هتعجب حد. الاغنيه دلوقتي اللي انت بتسمعها وكان نفسك تغنيها اللي حاليا يعني؟ والله لمين؟ طب لحد مثلا حد انت حبه وبتسمعها تقول يا لو انا اللي غنيتها؟ بنت الجيران. والله طب نسمعها بصوتك بنت الجيران؟ يعني ممكن حته كده بنت الجيران، لان هي اغنيه خدت وضعها، وهي اغنيه مش ما فيهاش اسفاف يعني. بس ليه ملحوظه عليها عايز اسالك فيها قبل ما تغنيها. لحن بنت الجيران متشابه مع لحن اخر الفنان محمد حمائي. يعني ايه الموضوع ده؟ هل انا ممكن اخد لحن من فنان اعمله اغنيه؟ هل ده يعني ممكن حد ياخد لحن يركب عليه نفس الكلام يشتغل عليه نفس الكلام؟ بس هو طبعا ده ما ينفعش. بس انا ما اعرفش كان ايه اسبابها يعني، او كان ظروفها. لكن طالما الفنان محمد حمائي موجود واستاذ مديان ملحن عظيم موجود، فالموضوع محلول معاهم يعني، خلاص ما فيش مشكله فيها دلوقتي يعني. عملت بس مشكله كده في الاول يعني. لكن طبعا الفنان عمر كمال طبعا مغنيها
بامتياز يعني. طب نسمعها بصوتك بقى. يعني ممكن اقول حاجه يعني سمعها بصوتك بقى. يلا مش مشكله. يلا. بنت الجيران شغلالة عنيا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفتك قمر سهرني ليليا، وهموت عليك رب العالم بيا. مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. بهوايا وانت قاعده معايا، عينيك ليا مرايا، يا جمال مرايتي العين. جميلة. في دلوقتي تداخلات، المغني بيكتب ويلحن والملحن بيألف ويغني في الأغنية المحلية والعربية، يعني ده عشان إيه يعني؟ يعني الساحة فاضية؟ يعني لا، هي يعني مش الساحة فاضية، فيهاش لا مغني ولا لا. هو في مشاكل في الإنتاج شوية. الأغنية دلوقتي بتتكلف عشان تعمل أغنية لحن وتوزيع وكلمات وتحط فيها آلات لايفات وكده، فالأغنية بتتكلف. وطبعا مفيش منتج دلوقتي بيجازف ان هو ياخد شاب جديد ويبدا يشتغل عليه. احنا كتير يعني، في شباب كتير جدا وفي شباب موهوبه جدا واصوات احلى مني انا كمان بكتير. بس الفرصه، حته ان هو الملحن هو اللي يكتب هو اللي يغني، او المطرب هو اللي يلحن هو اللي يكتب ويغني، هو بيوفر على نفسه تكلفه بصراحه ما فيهاش كلام يعني. لان التكلفه بقت مرتفعه شويه في الموضوع. طبعا احنا دلوقتي على ابواب عيد الام، كل سنه وكل امهاتنا طيبين. هتسمعنا ايه اغنيه عيد الام؟ ممكن اقول يما ينور عينيا، انا عاملها برضو زي كفر كده الفنان محمد فؤاد. اتفضل. رجعنا تاني على المحور ومعانا الشاعر الغنائي الكبير الاستاذ احمد عبد النبي. اهلا استاذ احمد. ايوه. الو. ايوه. اهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟
حضرتك بتمتعنا بالاغاني، اغنيه ايام صعبه للفنان نوال الزغبي وغيره وغيره من الاغاني، وفي مفاجات في جعبه حضرتك انا سمعت عنها طبعا يعني. فالنهارده معانا المطرب محمد حسني، حضرتك تقول له ايه؟ وانا برحب بحضرتك جدا، برحب محمد حسني حبيبي حبيبي يا احمد، وراجل فنان مستقبل كبير ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي يا احمد. والنتيجه كانت والله احسن من المتوقع الحمد لله، كان مفيد جدا، فانا مبسوط جدا من صوت المفروض الايام ان شاء الله. حبيبي يا احمد ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك يا استاذ احمد على مداخلتك الجميله دي، وبشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واستنونا الاثنين الجايين ان شاء الله، عندنا حلقه قويه علشان خاطر عيد الام. كل سنه وكل امهاتنا طيبين. بشكر الاستاذ محمد حسني، شكرا لك على اللقاء الجميل وعلى صوتك لي الرائع، ونتوقع انك تبقى من النجوم اللي احنا منتظرينها ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء يا الله. يا رب. اعزائي المشاهدين استنوني الاثنين القادم ان شاء الله الساعه 2:30. تحياتي.